بروح فلسطينية يحضروا في هذا اللقاء الشاعر كبير عبد اللطيف العبي والشاعر والإعلامي ياسمين عدنان والشاعر الفلسطيني خالد الناصري. مرحبا بالجميع. شاعر والناشر دار النشر المتوسط بميلانو. ينام العالم ويصحو وقد أصابه الخرس، حتى ذاكرة الشاعر العربي تمكن من هذا الصمت المزمن. أما النسيان فقد فعل فعلته فيها، لكن هناك بيننا من يوخز خاصرة النسيان ويوجعها. قد يوخزها بأنطولوجيا الشعر الفلسطيني الراهن مثلا. صوت فلسطين وصل عبر القصيدة أكثر من سواها. ولكم أن تسألوا عن محمود درويش، فمن غير الشعر يمنحنا الحرية والحلم وسط هذه الجائحة الممتدة عبر التاريخ والجغرافيا. نحمد الله كثيرا على نعمة لقاح الشعر. ولكم أن تسألوا أستاذنا أبو الطيف العبي. وقبل أن نسأله لابد من التذكير بأن السي أبو الطيف العبي أول من قدم الشعر الفلسطيني للقارئ الفرنسي. كان ذلك قبل أكثر من نصف قرن عندما أصدر أنطولوجيا الشعر المقاومة الفلسطيني. بعدها بعقدين يعود عبد اللطيف العبي بأنطولوجيا جديدة هي الشعر الفلسطيني المعاصر. ولأن هذا الرجل وفي لأنطولوجياته وللشعر وفي لفلسطين القضية والفكرة، اليوم بين يدينا أنطولوجيا الشعر الفلسطيني الراهن. صدرت عن دار النشر الفرنسية لو بوان، ترجم قصائدها للفرنسية شاعر عبد اللطيف العبي بعد أن كان اختيار تلك القصائد من بنات أفكار وأفعال الشاعر ياسين عدنان. الأنطولوجيا رأت النور في نسختها العربية بعنوان أن تكون فلسطينياً عن دار نشر متوسط بميلانو، ومدير الدار يحضر معنا. أستاذ العبي، دوركم كبير في إعداد القارئ الفرنسي لاستقبال الشعر الفلسطيني، خصوصاً وأنتم كنتم أول من قدم الشعر الفلسطيني له. ما مدى مساهمة هذه الأنطولوجيات في التأثير على القارئ الفرنسي ونقل صورة له عن القضية الفلسطينية أرضاً وشعباً وثقافة؟ بكل إيجاز ممكن أن أقول بأنه هذا العمل مكن بأنه الشعر الفلسطيني أصبح أليفاً، يعني في الحقل الثقافي والأدبي الفرنسي. هذا هو المهم، أن من ضمن الشعراء أو الذين يترجمون من اللغات الأخرى إلى اللغة الفرنسية، أكيد أن الشعر الفلسطيني عنده مكانة الآن. شغل أنطولوجيات مثل محمود درويش نشر له عن دار غاليمار في كتاب جيد، يعني عندهم سلسلة في كتاب جيد، نشروا لمحمود درويش مجموعة يعني ثلاث أو أربع مجاميع شعرية مثلا. إذا كما قلت في البداية، الهدف من هذا أو النتيجة هو أن الصوت الشعري الفلسطيني أصبح أليفا في أذن الفرنسي. لكم أستاذ العبي ثلاث أنطولوجيات، أريد أن أعرف ما الذي يميز هذه الأنطولوجيا الأخيرة عن أخريات سابقة لها؟ مثلا هناك أنطولوجيا شعراء فلسطين التي صدرت في جزئين بإشراف مؤسسة البيت والثقافة للفنون الجزائر، ما الفرق بين هذا وهذا؟ ربما كان السؤال على الصديق ياسين عدنان، ممكن يعني نعطيك إجابة مجيزة جدا. علاش يعني هذه الأنطولوجية الجديدة؟ لأنه فيه هنالك جديد في إنتاج الشعر الفلسطيني منذ بداية 2000. هنالك أجيال جديدة بدأت تنشر انطلاقا من 2000 وتتميز عن سابقاتها بكثير من الأشياء ممكن أن نشرها بالتدقيق. ولكن أظن بأنه حان الوقت، يعني في هذه المرحلة هذه خصوصا، يعني مرحلة صعبة جدا لمجتمع الشعب الفلسطيني، كان من الضروري تذكير ربما أن هنالك ما يسمى
بالشعب الفلسطيني، وأن هذا الشعب الفلسطيني عنده قضية، وأن هذا الشعب الفلسطيني عنده نساء ورجال يحملون هذه القضية ويدافعون عنها بوسائل الفنية والأدبية. شكرا أستاذ. قرأت الأنطولوجيا الجديدة أستاذ، أرى أنكم، السؤال هنا موجه لياسين عدنان، أرى أنكم حققتم المناصفة في هذه الأنطولوجيا 26 اسما، نصف العدد نساء والنصف الآخر رجال، يعني رفعتم التحدي، هذا التحدي الذي لم يكن ممكنا قبل عقد أو عقدين، لأن الأسماء الشاعرة النسائية كانت محدودة ومعدودة. اختيار بعض الزهرات من بستان كبير أكيد كان اسمها ما غير سهلة. شكرا جزيلا سعاد زهير فراوي، شكرا على لطف التقديم. اما السؤال ففعلا كان هذا الامر محسوما لدى عبد اللطيف الهادي صراحه. هو مساله المناصفه عنده كانت مبدئيه بشكل يكاد يكون صارما، ولكن انا فاجاته، هذه الحقيقه. هو كان يطلب المناصفة بشكل يكاد يكون نضاليا، ولكن بدأت أقترح عليه الأصوات النسائية حتى قال لي لا وصافي، خلينا نعمل المناصفة لصالح الذكور. والله العظيم صار يشتغل على المناصفة بما يمكن الشعراء الذكور أنهم حتى هما يحظوا بنفس المكانة عدديا في الديوان، لأنه فعلا هناك أصوات نسائية فلسطينية فاجأتنا خصوصا من الأجيال الجديدة. أريد فقط أن أشير إلى أن فكرة الأنطولوجيا حقيقة هي صدرت عن عبد اللطيف اللعبي، وهذا طبيعي لأنه هذه الأنطولوجيا الثالثة التي يخصصها اللعبي ويعدها للشعر الفلسطيني، ولكن سياقها كان فيه ثلاث عناصر أحب التوقف عندها. أولا كان هناك كورونا، وكنا نعيش زمن كوروني مسدود علينا كل في بيته، ونتواصل فقط عبر الهاتف وعبر الإيميلات وعبر الواتساب. الجانب الثاني هو هذا النوع ديال التطبيع الشامل مع إسرائيل، احنا ننظر إليه كشعراء وكمواطنين عرب ومغاربة بعين الارتياب، لكي لا أستعمل كلمة أخرى. فهذا الارتياب حركنا بصراحة، هو ماذا يحصل، ما يحدث خارج حتى أن نقيمه سياسيا أو أن نتفاعل معه سياسيا، نخشى أنه يقبر فلسطين اسما وقضية وشعاعا، ولهذا قلنا يعني يجب أن نفعل شيئا على الأقل. نحن لن ندخل في متاهات السياسة، ولكن سنشغل شيئا ما لصالح الوجدان الفلسطيني. النقطة الثالثة هي رحيل مريد مرغوثي. شكرا جزيلا. النقطة الثالثة كان رحيل مريد المرغوثي. فتواصلت مع عبد اللطيف اللعبي في مكالمة مؤثرة بعد رحيل مريد مرغوثي، وهنا أحسست بأنه الشعر الفلسطيني يفقد رموزه، ويفقد خصوصا اللعبي بالنسبة له رحيل الشعراء الكبار الذين يعرف والذين، ولكن هنا يمكن دخلنا في نقاش ديال انه هناك شعراء ايضا مهمين والمستقبل كذا، ولكن حينما بدأنا في التنفيذ انا بدأت عملا سهلا، الى حسيت بي طولت وقفوني، الى طولت وقفين، انا بدأت واحد العمل ديال بديت كندور بجنابي كنشوف صحابي، افكر في جيلي واصدقائي وكذا، ولكن حينما اقترحت اللائحه الاولى على عبد اللطيف اللعبي قال لي يعني شو زعما باقي تحس براسك شاب يا اخي، اعطيني شباب حقيقيين. فهو حقيقه استفزني مره اخرى وفرض علي انني ابحث شعراء اللي هما اصغر مني سنا، على اساس انه خلاص وصلنا خارج المطلوب. وهنا بدأ البحث حقيقة بآليات جديدة كان من ضمنها حتى الفيسبوك. هناك أصوات شعرية فعلا أنا التقطتها من الفيسبوك وأعرفها من خلال تواصل فيسبوكي وما إليه، وكانت هذه
مجازفة شعرية. النقطة بالذات يعني أصواتنا الفيسبوك، هل كانت القصيدة هي البومصلة في رحلة البحث؟ يعني النص المدهش هو الذي قادك إليهم؟ نعلم بين أسماء، هناك أسماء فقط تكتب شعرها على صفحة الفيسبوك، يعني ليس لديها أي ديوان شعري، يعني هل كان النص المدهش فقط هو بوصلتك نحو اختيار المجموعة؟ فعلا يعني يجب أيضا أن لأنه كان بعض الأصدقاء وأنا أريد أن أوضح هذا الأمر. حتى فلسطين يعني وأصدقاء نحبهم قال خليت شعراء مهمين دواوين ورحت في الفيسبوك. لا أنا لا أتعامل مع الفيسبوك باستهتار واستهانة. فيسبوك فضاء حياة حقيقي وفضاء تفاعل ثقافي حقيقي وفضاء إنتاج. ناس ما عندهمش راكسين دور النشر ليس لهم، ولكن العبرة أيضا ليس نصا أو نصين. يعني لما كتشوف اسم على الفيسبوك وتعجبك إشراقة شعرية، مثلا أدخل صفحة رائد وحش، رائد مثلا وهو صديقنا ومشعراء الأنتولوجيا وصديق خالد، رائد أكثر ارتباطا بالأجيال الجديدة من أي حد فينا، صح؟ بالضبط. فأنا حينما أدخل صفحة رائد كنقرأ مثلا الناس ويتفاعل معهم، أدخل إلى صفحاتهم وفيهم من يتواصل معي يمكن اعتبارات أخرى بسبب البرنامج وما إليه، ولكن فعلا أقرأ لهم نصوص عديدة، وحينها أقترح على أبو طفلة، لأنه اقترحت عليه أصوات كنت أتصور أنها مهمة ويجب أن تكون في الأنتولوجيا، ولكن هو أيضا له حساسيته ليس كقارئ فقط ولكن كمترجم. لأنه بقي كنتذكر قال لي على واحد شاعر أو شاعرة، قال لي لا مزيان داك الشيء بالعربية ولكن بالفرنسية ما عطاش. هذا هو ما عطاش، وهذه مسافة المترجم. هذا النقطة بالذات أستاذ ياسين أستاذ غربي ترجمة في إحدى الحوارات، قلت بأن ترجمة الشعر الفلسطيني من العربية إلى الفرنسية أحسست فيها بلسر ولذة، ممكن توصلنا أكثر شعورك وأنت ترجمة قصائد الشعرية الفلسطينية وأنت تترجمها إلى اللغة الفرنسية؟ قلت في إحدى الحوارات بأنك وجدت فيها لسرا ولذة، بغيت نستفسرنا أكثر إحساسك بطريقة الشعر ترجمة النصوص الشعرية. قبل ما نرد على السؤال ذكرني بالفلسفة من بعد، بغيت كذلك نقول كلمة في حق ياسين. فعلا ياسين قام بواحد العمل يمكن أعتبره بومسي، يعني قام واحد العمل للتحري ديال يعني من البوليس يعني تتبع كل الأشياء في الفيسبوك إلى آخره إلى آخره. هذا شيء مهم جدا. أنا بالنسبة للائحة المشهورة في هذه الأنتولوجيا مثلا خمسة أساس بعد الناس، ولكن ياسين بحكم كذلك العلاقات اللي عنده كرجل إعلام أيضا مش فقط كشاعر كاتب إلى آخره، ولكن عنده علاقات واسعة سمحت لنا فعلا باش نعملوا واحد المسح الضخم ديال هذا الانتاج الفلسطيني. اكيد انه يعني في البدايه خصوصا جات بعض الاصداء شويه سلبيه، علاش هذا وماشي هذا وعلاش لنا الى اخره، وهذا لانه قريب من السلطه الفلسطينيه وهذا قريب من بون. اكيد انه ممكن الان اليوم إذا بغينا نعملوا أنتولوجيا أخرى حد من الشعر الفلسطيني اليوم يعني الجديد، ممكن نعملوا أنتولوجيا أخرى تماما فيها 30 اسم ما عندهم حتى شي علاقة، ولكن هذا هو الخيار ديالنا ياسين عدنان وأنا كشعراء وكملتزمين أيضا بواحد القضية. إذا وأنا كمترجم طبعا كنعرفوا بأنه ماشي كل شيء ممكن ينقل من لغة إلى لغة أخرى. إذا غادي يجي واحد القصيدة كبيرة حتى ديال محمود درويش مثلا فيها مجموعة ديال المعطيات هكا لغوية تاريخية إلى آخره، غادي ترجمها باللغة الفرنسية ولو ما تعطيش هكذا، ماشي كل شيء قابل للترجمة. إذا خلينا بعين الاعتبار هذا المسألة، ولو أنه كان فيه بعض القصائد تحت تحدي
اللي خطرت على أكيد واحد مجهود جبار باش يمكن لك تصيغ القصيدة الأصلية يعني في اللغة ديال الوصول أي اللغة الفرنسية، وأن هذا الرنة ديال هذه القصيدة موجودة أيضا في اللغات الأخرى. إذا هكذا اشتغلنا. يعني حصيلة عمل البوليسي ياسين كانت ممتعة في الترجمة وكنت متعب. أكيد، ولكن كان أخذ ورد وكذا، أشياء كان هو يدافع عنها، أشياء ودافع عنها شخصيا، توافقات، وهكذا وصلنا إلى هذا القطر اللي 26 شاعرة وشاعر مع أخذ باعتبار يعني الإصرار ما اللي كانت مشكلة فيها من البداية. ولكن كان عندي واحد الحدس أنه هذه المرحلة مش فقط في فلسطين أو فلسطينيين، في العالم الإسلامي الصوت النسائي قوي يعني بالسليقة كنا نقول، لأنه هذا العصر، هذه المرحلة التاريخية هي مرحلة للنساء اللي قرروا بأنه يتناولوا الكلمة بكل جرأة بكل قوة بكل عنفوان، وهذا يعطي واحد النظرة خاصة عندما مثلا المرأة أو الفتاة تكتب شيئا. أكيد أن أنا شخصيا أخذها بدون أي معقل، يعني أنه هنا أصوات نسائية تحدثني بشكل أكبر من أصوات رجالية. بين الحضور نساء شاعرات، تحية لهن، تحية خاصة. أنتقل إلى الشاعر والناشر خالد الناصري. قرأت لكم في إحدى قصائدكم: تفوح من شعرنا رائحة البارود، وإن طقطقنا أصابعنا نسمع صوت رصاص. لقلم الرصاص أيضا صوت مسموع، هو كلمته الشاعر الحرة. أهمية صدور أنطولوجيا الشعر الفلسطيني في هذا الوقت بالذات، كيف تقرأونها؟ شكرا. طبعا أنا أول قبل الإجابة يسعدني جدا أني هون في المغرب، هذا البلد الوحيد فعلا لما أذهب له يعني أشعر كأني في فلسطين حقيقة في هاي المحطة. وأن تأتي الآن أنطولوجيا للشعر الفلسطيني المعاصر من قلمين مغربيين، فهذا بقدر ما هو عادي متوقع، بقدر ما هو دائما جميل وله نكهة خاصة. وأن يقدم الشعر الفلسطيني الآن خاصة إلى طبيعة الحال سيقدم للعالم العربي، ولكن إلى أيضا إلى الثقافة الفرنسية أو اللغة الفرنسية، هذا له أيضا وقت خاص. في هذه الفترة اللي إحنا عم نشوف أو عم نشهد بصراحة انهيارات عجيبة، ليس فقط في فلسطين، يعني انهيارات في كل العالم العربي. دول تتغير، شعوب تهجر، وفلسطين أصبحت واحدة من المآسي المقيمة أو قد أقدم المآسي الموجودة حاليا، لكنها جزء من حقل كبير من المآسي المحيطة. لكن ما زلنا كنا نتوقع أن كل هاي المآسي اللي بتصير ما تأثر بأبناء المآسي بشكل عام، بحيث تبدأ الناس تتنازل عن قيمها وعن ارتباطها بأبناء المنطقة، وتبدأ بعمليات الصلح مع قاتل ما زال يقتل ما زال يحتل. فكانت بالنسبة لنا صدمة كبيرة، مع احترامنا الشخصي طبعا لكل القضايا السياسية، لكن دائما كان تعويلنا ومن زمان على أنه إحنا نرتبط ببعض كفلسطينيين كمغاربة كعرب بشكل عام كمجتمعات بشر بعيدا عن المصالح السياسية والمصالح الدولية. هذه الأنطولوجيا أنا تثبت لي هذا الشيء دائما. في هاي اللحظة اللي عم يصير هذا التراجع أو هذا التنازل عن هاي الأخلاقيات اللي ربينا عليها كلياتنا واللي تعودنا عليها، تظهر هذه الأنطولوجيا. واختيار الشعراء اللي في الأنطولوجيا، لست طبعا لأني شاعر منهم، ولكن المجموعة المختارة هي مجموعة من الشباب الفلسطينيين الشعراء اللي مشتغلين في الثقافة، واللي هم فاعلين ليس فقط في فلسطين وإنما في الثقافة العربية بشكل عام. يعني فيها أسماء تشتغل بالتحرير، برؤساء تحرير، بالصحافة، سينمائيين، ناشطين ثقافيين،
في كل العالم، يعني كما أصبحت فلسطين تعرف الشعب الفلسطيني الآن موجود في كل العالم. فهذه رسالة كانت قوية بالنسبة لي، رسالة رائعة، أن يعاد دائما التنبيه على أنه فلسطين هي قضية حية، قضية أظن أنه أكبر من أن تهزم وأن أن تغير بأي صورة من الصور. فهذا الرسالة السياسية ناهيك على أن الرسالة الأدبية هي دائما مهم الانتباه إلى الأجيال الجديدة في الكتابة. أنتم جزء من هذا، من هذه الأنطولوجيا. لو كانت فرصة اختيار الشعر بين يديك، هل ستكون تشبه التي بين يدينا الآن؟ مستحيل طبعاً، لا مستحيل، لا لا يمكن أبداً. هي جمالية الأنطولوجيا هي هذه الفكرة. الأنطولوجيا هي مختارة، هي تعطي بانوراما كاملة عن 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 يعني عن أجيال كاملة موجودة الآن، لكن لا ممكن أنها يعني تتطابق، مستحيل. أن هذه الأنطولوجيا تشبهنا يسفي عنا بمعنى جميلة جدا. لا أريد لا أريد أن كل واحد مسألة باش ما نبقاش ندورو يعني نلفو الدوران. كل واحد مسألة اللي هي المركزية. أنا بالنسبة لي لما الفكرة يعني تبرع راس عندي هي هذه الأنطولوجيا انطلقت من مقنعة سياسية هذاك بشيء. وبالنسبة لي هذه الأنطولوجية هي فعل وموقف سياسي ماشي قبل، ولكن في نفس الوقت اللي هو يعني أيضا عمل بخدمة الشعر والثقافة الفلسطينية، لكنه فعل سياسي يعني بجدارة كنا نقولوا. علاش؟ علاش الآن؟ قبيلة بديت الحديث ديالي واش شي واحد هناك يتذكر فلسطين؟ شنو هي فلسطين؟ يعني وصلنا لواحد المستوى غريب جدا. أنا مثلا فعلا أعيش خارج المغرب ولكن نتبع طبعا أشياء كذا تتم هنا في المغرب، يمكن أن أفهم أي شيء، لم أعد أفهم أي شيء ما يحدث يعني فيما يخص القضية الفلسطينية. كان في واحد المرحلة نعتبر أن القضية الفلسطينية هي قضية وطنية أينما من هذا الموقف الآن؟ أينما من هذا الموقف؟ ما غادي نخش في التفاصيل لأنها جارحة، جارحة جدا. ولكن على كل حال المهم أن يعني في هذا البلاد وفي هذا البلد أنه هنالك مثقفين مازالين مرفوعي الرأس ويحاولون بالوسائل ديالهم كمثقفين وكمبدعين أنه ما يتخلاوش على مسألة اللي هي جوهرية في الوجدان ديال هذا الشعب وفي الوجدان ديال الشعوب العربية وديال الشعوب المناضلة بشكل عام من أجل الكرامة والحرية. إذا كان عندي حرص أنني نقول هذا الكلام، أنه ما حدث وما يحدث حتى في الشارع العربي، أنه أنا لا أهاجم فقط الأنظمة. مسألة سهلة نقولوا أنظمة عن الدارس وكذا إلى آخره، لا، يعني وصلنا لواحد المرحلة اللي ما كان يسمى بالشارع العربي، الشارع العربي أي شعب يعني غائب يعني في التعبير عن الموقف. واحد القضية اللي كان يعتبرها هذه 20 سنة أو 15 سنة إلى آخره كقضية وطنية بنفس المستوى كقضايا الأخرى ديال التعليم ولا ديال الديمقراطية في المغرب أو شيء من هذا القبيل. آسف يعني، ولكن أنا شخصيا كان ضروري يعني أقول هذا الكلام. لكن دائما هناك أمل أستاذ. هناك أمل دائما. وأنت مجنون الأمل. ولكن الأمل ماشي ديانة جديدة. ومذهب. أي الأمل كما بحال الإنسان أحيانا يتعب، أحيانا يصيبه بعض القلق الوجداني إلى آخره، ولكن رغم كل شيء على كل حال يعني لو ما كانش يعني هذا الأمل ما كنا يعني حاضرين اليوم وأتحدث يعني بهذه الحرية أو بهذه الجرأة عن هذا الحدث
الأدبي البسيط. يسي إنسان تحدث عن جيلك، جيل الشباب، وأكد على جيل الشباب. ما الذي ميز هذا الجيل في هذه الأنطولوجيا عن سابقي، عن جيل في الأنطولوجيات السابقة؟ هل هاجسه يعني هو جمالي أم إيديولوجي؟ كما الذي طبع إبداع جيل التأسيس؟ وكان أجيال الشعرية تتلاحق. طبعاً كل جيل يأتي بحساسيته. المؤكد أننا مثلاً هنا أمام أصوات شعرية بعيدة عن لحظة سجل أنا عربي. سجل أنا عربي. يعني أغلب شعراء هذه الأنطولوجيا لا يفتخرون كونهم عرب أصلاً. حتى يمكن منزعجين حتى من كونهم فلسطينيين وسط هذه الربكة الوجودية التي تجعلهم يعيشون لا انتماء حقيقيا وشتاتا مستفحلا، حتى لما يكون هو في رام الله لا يستطيع ان يزور فلسطين 42 اللي في القدس، وبينتهم ربع ساعه لولا ان اسرائيل تجعل هذا العبور مستحيلا تقريبا. نحن امام فلسطينيين اخرين. انا قلت في تقديم، هناك تقديم مضيء لعبد الضيف اللعبي، ولكن هناك ايضا اضاءه صغيره عملتها أشير فيها إلى أنه الآن هناك شتات فلسطيني، وكل فلسطيني حمل معه فلسطينه إلى حيث يقيم. أن ناس مثلا كتبوا من الخليج فلسطينيين ويعيشون في الخليج، ويمكن ويعيشون في سجون الخليج. وعندنا شاعر نمس بالضبط مثل ما قال الشاعر الأستاذ حسن نجمي، عندنا أشرف فياض المعتقل في المملكة العربية السعودية. إذا فعلا عندنا شعراء من فيهم اللي يعيش في الخليج، واحد في سجون الخليج وآخر في أوروبا في مختلف، وكل يعني يعيش فلسطينيته بطريقته الخاصة. هناك هشاشة، لم يعد ذلك الفرح والاعتزاز أنه لا عربي ولا فلسطيني ولا يعني. واحد مثلا يسخر، شاعر في باريس، كيف تحول إلى باريزي يوم حصل على الإقامة. سؤال الهوية حينما حصل على الجنسية الفرنسية يعيشها في قصيدة طريفة جدا في الأنطولوجيا. هناك نساء بأصوات يعني من داخل الحالة الفلسطينية يجعلن جسدهن يعني يحضر بالكثير من الخفر، وبدون رغبة في افتعال صدمة القارئ، أو يعني أحيانا تعرف بعض الشاعرات يعني ينتصرن للجسد ويحاولن استفزاز المجتمع والقراء. لا لا لا، بدون استفزاز، تحسها حرية عميقة صادرة عن جسد الجسد أو عن روح ذلك الجسد. هناك أيضا نوع من الانفلاتات الخاصة عن القضية وعن كذا. هذه الروح الساخرة أحيانا المنفلتة الهشة، هناك أصوات هشة تكتب هشاشتها، ولكنها هشاشة الشاعر التي بسببها وبفضلها تصير القصيدة مشتعلة متألقة. نحن كنا نبحث في هذه المناطق، وكنا فعلا نتجاوز ونتفادى الشعار ونتفادى الصوت المطمئن إلى فلسطينيته أو الصوت المبشر بالتحرير. لا، هناك شعراء مهزومين يكتبون من لحظة الهزيمة وهم مستعدون للتطبيع مع الهزيمة، ولكن صوت شاعر هش مهزوم كان صافيا. هذه اللحظات هي ما كنا نبحث عنه، ولهذا ليس هناك تجانس بين النصوص والعوالم، هناك اختلاف. هي أنطولوجيا فعلا. وانا قلت بعض الأصدقاء فلسطينيين الذين انزعجوا لانه لماذا غاب فلان وعلان وغابت فلان وعلان، قلت لهم وبعض فيهم شويه بعض عفوا اخواننا في كل البلاد، يعني ليس فقط في فلسطين، هناك ذاتية كتخليهم يغضبون. ففي لحظة غضب أحد أصدقائك يا أخي، نحن في مرج مليء بالزهور، إذا رحت أنا مثلا وقطفت زهرة من هنا وزهرة من هنا وجدتك باقة صغيرة فيها 6-7 زهرات، لماذا تضربني بها وتربيها في وجهي؟ هاي قبلها على محمل التحية وخلاص. أخي كان إضافة
اللي بغى يجبد على راسه المشاكل هو يدير شي انطولوجيا. لا صراحة تجربة للأسف طويلة عريضة في الموضوع. ما مثلا كان هادي 20 سنة أنا تقريبا خدمت واحد الأنطولوجيا ديال الشعر المغربي المعاصر بكل اللغات بالتعبير إلى أمازيغية والدارجة والفصحى وكذا إلى آخره. يعني هلكوني يعني واحد النهار في واحد جمع كهذا قال كيفاش علاش ما كاين حتى شي شاعر من مدينة مكناس؟ هذا الشيء اللي شاف هو يعني مكناس ما فيهاش يعني من غير منتسلة يعني في هذا الموضوع. إذا زعما المهمة صعبة جدا أنك تقوم بواحد الأعمال من هذا النوع، ولكن الأشياء اللي قالها ياسين كافية تعطي يعني العمق ديال هذا ديال هذه التجربة. غير بغيت نرجع للمسألة مثلا ديال لأنها تحز في نفسي كثيرا، ترجمة عند فياض يعني أشرف فياض شاعر فلسطيني الآن في سجن من سجون السعودية، ترجمت له ديوانين ديالو اللي كتبهم. ولكن الآن أشرف فياض يعني بعد قضاء 8 سنوات ديال السجن اللي حكم بها رسميا ليس لم يلقى الصراحة لحد الآن، وقد مضى على الأقل 4 شهور على نهاية الحكم عليه 8 سنوات. إذا لم يعد سجينا في السعودية بل رهينا في يعني أيادي النظام السعودي. أنا ما يحز في نفسي أنه يعني مصير هذا الشاعر منذ سنوات منذ أن دخل السجن إلى آخره ما خلطش أحد الرسجة مثلا في العالم العربي وحتى في فلسطين. اسمحوا لي نقولها مثلا السلطات الفلسطينية لم تحرك ساكنا بالنسبة لهذا الشاعر باش في تفاوض مع السلطات السعودية أو شيء من هذا القبيل باش يرخوا عليه شي شوي يعني شي شوي. فين وقع فعلا التضامن والتعبئة إلى آخره؟ في العالم الغربي أساسا. من طرح يعني مؤخرا لأن في فرنسا احنا قمنا بواحد العمل مجهود كبير يعني باش فرنسا تستقبل أشرف فياض بعد إطلاق سراحه ويوفروا له يعني وسائل العيش والسكن وكذا إلى آخره. لكن في آخر المطاف جمعية من النرويجية هي التي استطاعت أن تقوم بهذا العمل بأنه تبعت الأشرف بفيزا وبأنه إلى أوجد صراحه طبعا سيستقبل في النرويج بكل تعطل جميع الإمكانيات. هذه أشياء تحز في الناس كيفاش يعني الناس في النرويج يعني عندهم هذا الإحساس هذا الشعور هذا روح التضامن يعني مع شاعر فلسطيني غير معروف يعني عمليا، بينما عندنا هذه التقاليد ما فيناش. كان في واحد المرحله فعلا شويه يعني انا مثلا نذكر عمري ما ننسى بانه لما كنت في السجن عبد الوهاب الرياتي كتب قصيده في حقي، يوسف سعدي كتب قصيده في حقي في تلك المرحله مثلا. هذا الشيء للاسف الدينية أو هذه الحساسية ما بقاش يعني قائمة كيفاش يعني مثلا النرويج هي التي ستستقبل إذا سمحت السلطات السعودية بإطلاق سراح رهينة أشرف فياض هم اللي غادي يستقبلوه وماشي مثلا المغرب. أنا كنت طرت مثلا وحاولت نشوف هذا في المغرب واش كاين واحد الوسيلة لما يطلق سراح يعني فياض باش يستقبل في المغرب. هو توفير لسكن منحة لمدة سنة حتى ينظم أحواله إلى آخره. هذا وصلوا لي يعني لأنه هذه أشياء أنا شخصيا تحرز في نفسي كان ضروري أنني أعبر عليها، لأنه عندما نشتغل على مادة من هذا النوع نشتغل على مادة فيها ألم كبير فيها يعني احيانا فيها الاسى فيها التذمر في اخر قصائد
أشرف فياض قصائد تعبر عن تذمر الثأر، يعني لم يعد يؤمن بأي شيء، أن ذلك إنسانية ممكن أن تنصف يعني شخص معين. إذا كيف هذا الشاب يعني منذ 8 سنوات عايش في الشروط القاسية بدون ما يعني عندنا خصوصا اللي في العالم العربي ما تقطع في أصوات الجمعيات الاتحادات الكتاب المثقفين إلى آخره، باش على الأقل تكون في المستوى ديال ما يقدم يعني في أعداد من البلدان الغربية مثلا. أنا كإعلامية وفي حضور إعلامي نجم في مقام زميلي ياسين عدنان، بحضور ناشر أنطولوجيا وهو شاعر فلسطيني، وفي حضرة شاعرنا الكبير سعد الدهلوي، لا أستطيع إلا أن أحيي آخر القصائد الفلسطينية التي تناثر عبقها في العالمين، وأقصد تلك القصيدة التي حملت عنوان شيرين أبو عقل. شهيدة الإعلام الفلسطيني والعربي والعالمي، أنا متأكدة أن أبيات هذه القصيدة متناثرة على صفحات هذه الأنطولوجيا الفلسطينية وحاضرة في ثناياها حضور قضية فلسطين في الذاكرة العربية ولدى كل إنسان، تختبر إنسانيتنا وتوقظ ضميرنا باستمرار.